أهلا بكم إلى التفاصيل. في بيان له أمام البرلمان قال وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت إنه لا يمكن أو لم يكن يحق لإيران الصعود على متن الناقلة البريطانية بموجب القانون الدولي، واصفا احتجاز الناقلة بالقرصنة. وأضاف هانت أن جهود بلاده الدبلوماسية تنصب على تهدئة التوترات من دون السعي للمواجهة، لكنه أعلن أيضاً أن لندن تسعى لتشكيل قوة بحرية بقيادة أوروبية في مياه الخليج، وسيطلب من كل السفن التي ترفع علم بريطانيا إخطار البحرية البريطانية بنيتها عبور مضيق هرمز لتأمينها. بيان هانت أشار أيضاً إلى أنه إذا واصلت إيران هذا المسار الخطير فإن الثمن سيكون وجوداً عسكرياً أكبر في المياه على امتداد سواحلها. بالتزامن مشاهدينا مع تصاعد توتر في المنطقة والإدانات العالمية للقرصنة الإيرانية، وصل وفد رفيع المستوى من حركة حماس برئاسة نائب رئيس المكتب السياسي للحركة صالح العروري العاصمة الإيرانية طهران. يأتي ذلك مشاهدينا في زيارة تستغرق عدة أيام يلتقي فيها المرشد الإيراني وكبار المسؤولين، وكان عدد من المسؤولين في حماس قد أكدوا في مناسبات عديدة أن علاقات الحركة مع إيران لم تنقطع في أي مرحلة من المراحل، وهي الآن في أفضل حالاتها.